عليكم السلام. هزاع او عبد الله؟ هزاع. هزاع يرجع القلب وعبد الله هو داخل. دقت اجراس الفراق اللي يهب الحلم ويدك الضلوع يا صاحبي. اقول جمهوري اللي تعب معي ووقف معي انا ما راح انسى جميلكم هذا. غير كذا انا ان شاء الله اذا انا خيبت املكم صدقوني اني راح اعوض الشيء هذا، وراح تشوفون ان شاء الله مفاجآت قريبه. يعني ان شاء الله كل شيء حلو في وقت حلو. غير الدموع الفقد يوجع. طبعا تجربتي مع الشباب تجربه مستحيل انساها، يعني ذكريات من اجمل الذكريات بصراحه. يعني كانوا جد اخوان، وانا اقول لكم انتم يعني ما مثلكم اخوان بصراحه، وكلكم كنتوا معي تحبوني كلكم يد واحده وقلب واحد. الله يسعد ذا الوجيه والله لا يحرمني منكم، وان شاء الله ان قريب نتقابل. واستمروا على اخوتكم وخلوكم يد واحده. ودعتك الله في السجود وفرقوا عشنا وشفنا. طلعت والله كتب وان شاء الله انها خيره. بس انا ان شاء الله يعني ما راح اوقف عند الشيء هذا، يعني ان شاء الله راح استمر. راح الاشياء اللي انا كنت في بالي راح اسويها راح اسويها، كان يعني في البرنامج اوفر البرنامج. واشكر قناه بدايه على كل اللي قدمته لي، واشكر جمهور بدايه من قلبي يعني بجد. جمهور عظيم والله يوفقكم ويخليكم ويستدخل. البرنامج بصراحه يعني استفدت من اشياء كثير. في النوم يعني صرت منظم، الصلوات مستحيل افوتها دائما في المسجد. ان شاء الله انه تشوفون النشوان ما راح يوقف راح يستمر ان شاء الله. امي انتي جنتي، وبختصر كل تعبير الكلام كلمه احبك. الله يسعدك ويخليك لي، والله مو مهون علي طلعت من البرنامج هذا اللي فجاه قابلك. الله يسعدك يا امي ويخليك لي. حتى لو يضيق الخناق اطلق حجاجك وابتسم بسمة قنوع وابشر بنا حتى ولو صار الفراق.